كيف أحسب زكاة المال لمبلغ يتوفر في كل شهر؟ وكيف أجمع المبلغ كله حتى أخرج له الزكاة مأجورين؟ إذا كان لك دخل يتكرر كل شهر وتوفر منه ما يزيد عن حاجتك، فإن الواجب عليك أن تدفع زكاة كل ما تم حوله من هذه المبالغ، هذا يجب عليك. لكن إذا شق عليك اعتبار حول كل مبلغ على حدة، وأردت أن تخرج زكاة الجميع دفعة واحدة في شهر من الشهور تعينه من السنة إلى مثله من السنة القابلة، فلا بأس بذلك، ويكون ما تم حوله خرجت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله يكون معجلا، تكون زكاته معجلة. تعجيل الزكاة للحاجة لا بأس به. نعم.